الحمد لله بور لا كاليفيكاسيون هذه، نشكر كامل صحابي اللي داروا اللي عليهم، مام الطاقم الفني ثاني راه يدير في خدمه كبيره. كما قلت ماركينا اليوم 5 اهداف اللي خدمنا عليهم في ليزونطريمون وركزنا على الـ على الـ على الهجوم بوكو بليس، باسكو لي ماتش اللي فاتوا ما ركناش بزاف دي بيت. الحمد لله ربي وفقنا واش خدمنا لقينا في التيران. ان شاء الله ربي وصلنا ورانا حابين، باسكو لوبجيكتيف تاعنا مازال ما وصلنالوش، مازلنا ماتش ان شاء الله ونفرحوا ان شاء الله ونفرحوا الشعب الجزائري.